صباح الخير يا رؤوف. ايه مالك؟ مال شكلك مبهلل كده ليه؟ هو انت ديان بأي حد غيب المزيكا والسيمفونيات؟ ايه الورد الجميل ده يال؟ يعني شوية حاجات كده حب وغرامة ومال. متشكر جدا منور، متشكر يعني. الواد دي تحفة تحفة، انت الوحيدة اللي افتكرت عيد ميلاد يا منور. عظيم، انت مش متخيل سعادتي. بقولك يا منور، ليه طلب يعني؟ بعد كده ما تحبي تبعتي واد هاتيه بنفسي كمان. افهمك بعدين، معلش. يا بابا بقى باي باي عشان المايه هتسقع. بابا يا منى، باي باي. شوف انت كل شويه هتكلميني يا مليحه. انا عرفت يا مليحه. ايه الفرق بكام؟ لا بقول لك ايه، هاتي بيض يا مليحه. فين الشاي؟ انا مش قايلك بالصبح على الشاي ده حاجه تعرف. ايوه هات اللطيف ده. رخصه. حاضر يا فندم. اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم. اسمك راوي يا سيف الدين القاضي؟ لا يا فندم، قاوي دي تبقى تيتا. تيتا؟ اتفضل حضرتك توكيل اهو. اسمك رمان حسين الدرديري؟ لا، رمان ده جده، جوز تيتا حضرتك. جده وتيتا؟ اه يا فندم. انزل هنا. حاضر يا فندم، حاضر. وحضرتك ساعدني بس عشان عربيه قديمه. شد يا فندم. بس حضرتك مش واخد بالك، انا هشرح حضرتك. تيتا فندم يعني بعد ما انفصلت من جده رجعت المانيا، ان هي اصولها المانيه، عاشت هناك يعني. وبعدين العربيه دي تحفه بتاعه ابراهيم بيع وكاشر ومدير مكتب الحكمبار. حضرتك شفت مسلسل ميك فوق؟ بقول لك ايه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. انت فاهم يعني ولا مش فاهم؟ فاهم يا فندم، مفيش حاجه. انا ماليش دعوه بتاريخ ام العربيه، انا ليه دعوه بالورق. بس انا كان حضرتك على العربيه كقيمه يعني، كانتيك يعني. انت هتزولني انا؟ بتمد لك عليه ليه؟ هو انتوا مش هتبطلوا طريقتكم دي؟ طب مين يالا؟ انا مدون. وانا ناشطه سياسيه. وانا صحفي. وانا وربنا معافهم، وربنا معاف الناس دي. صباح الخير احبائي المستهلكين. اجمل حاجه نتيجه ليها يوم النهارده هي ايه؟ الهامبرجر. لو كل كيلو عليه كيسين كاتشب. ما شاء الله ما شاء الله، ايه البامبرز ده كله؟ يظهر ان النونو اللي عند حضرتك ربنا مسهلها له شويه. انا ما عنديش نونو ومش متجوز اصلا. ده عرض، اشتري 5 وخد 5 هديه. اسيبه؟ لا تسيبه ازاي؟ اللي قال الناس، اللي قال الناس. حلو مش كده؟ 470 جنيه. ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي، هستنى تليفونك. ها؟ صدق انك قليل ادب فعلا. في ايه يا منار؟ جرى يا بنت، حد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك انت يا عمو. ممكن تقول لي في ايه بياضك الاوفر ده؟ البنت دي بترمي بلاء عليا. بنت مين اللي ترمي بلاء عليا؟ انت متربيه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ، حصل خير. معلش سابر يا مروان، انت بتنفخني. اتخاني لو راجل اتخاني. بس اهدى. اهدى كذاب، وربنا كذاب. معلش اهدى يا استاذ، اهدى. فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حماية الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده. الزبون دايما على حق، قلت لك ده 100 مره. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اكرس انت، انت مصيبتك مصيبه. ايه حكايه اعزائي المستهلكين؟ احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. صرف النظر يا فندم يعني عن الموقف اللي احنا واقفين بنتهزق فيه ده، انا عيد ميلادي النهارده ان شاء الله، وياريت تشرفني يعني. جدك رمان عزمني. شكرا. كل سنه وانت طيب. بمنزل ده طيب ازاي؟ سامحني انا اللي مجنني بس يا مروان، حكايه ان الزبون دايما على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وانا اسكت، اعمل ايه يا مروان؟ انا بدور على كبيراء الكاشيه. قامه الكاشيه واحد فين؟ ايه ده؟ فعلت الباشا عبد الظابط. تمام يا فندم. هات يا ابني الجهاز. قوم بصدق. اتفرج يا سيدي، اتفرج.
انا ماليش دعوه من عربيه. دلع. ايوه اضرب يا عمر. انت فاهم يا اي فندم؟ قولش حاجه، قول لحضرتك يعني العربيه قيمه انتيك يعني. احنا بتعلو الكوتيز اخواتنا. انا عريس ودو منيل. شكرا يا ماما. انت نسيت التعليمات ولا ايه؟ بس يا فندم انا يا دوبك مسكته من كتفه بس. ما تعملش كده تاني يا حضره الضابط، احنا مش ناقصين يا اما قسما عظما هنقلك بعيد وبعيد قوي كمان. لا بعيد قوي على ايه؟ تحتمل ذاتك يا فندم. اتفضل يا باشا. انا ما نقل بعيد ايه؟ هي ناقصه. ولما انت واقع ومدلوق قوي كده هتنجز يا جدع، انجز البنت حلوه مش هتلاقي زيها. يا عم وانا قلت وحشه يا موان؟ ما انا عارف انها زي امه وما فيهاش حاجه تقيل. بس بص افهم، بس انا بفكر قدام، مش ممكن مناضي لما تكبر وتعجز تبقى شبه تيتا يعني؟ لا اله الا الله، يا دي تيتا وسنين تيتا اللي عامله لك ربكه في حياتك. سلام يا منار. سلام يا بنات منار. ايه العربيه دي لسه عايشه؟ هتروح فين دي؟ قصوا قصوا. لحظه معلش معلش اتفضلي. انت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ واحد الراجل قال لي خطا على الموتور، انا مش هبخى العربيه. انا زهقت بقى من الموضوع ده يا رؤوف، انت محسسني ان تيتا دي مرض لازم تتعالج منه. انت قصدك ما شفتيهاش يا منار؟ ما شفتيش تبيت عينيها يا منار ليه وانا صغير؟ انت هتدمر حياتك كلها لمجرد ذكريات قديمه مريت بيها وانت صغير. بس اللي فات بقى يا رؤوف، فكر في بكره ومستقبلنا مع بعض، بكره انا وانت نكبر ونعجز ونضحك على اللي احنا بنقوله ده. اوبا منار. يا خليل حازم يا رؤوف. بس بس وربنا الفامل وربنا الفامل. امشي يلا انت اهو. بس مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله مش عارف اقول لسعادتك ايه، يعني بدون تكليف ممكن اشوف الرخصه او متهيئ للتوكيل ونروح الاسم نعمل محضر، لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني؟ لان انا وربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسم رؤوف. عيد ميلاد يا ابني. سنة حلوة يا رؤوف، سنة حلوة يا رؤوف، سنة حلوة يا رؤوف. مجيبه منوت مصدقتي هتلعب شويه. لا انا عايزك تاخد بالك من فكري بيه. لا طمن يا رمان، انا قارص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كاتمه على نفسه ومعيشاه في معتقل لمده 20 سنه، هو انا طلقتها من شويه، هو كمان اخذ مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده أخد إقلام وشلاليت وبنيات، تعقد جيل كامل، الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا أمان. هدية إيه بس؟ كفاية عيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي، كمان جايب لي ده. ربنا ما يحرمني منك أهو. سلام يا سلام. إيه ده أمان؟ شهادة تقدير لحفيدي لبلوغه سن الأربعين. ربنا يخليك يا امان. خد دي كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امان، ده كتير قوي يعني، دي حاجه حضرتك وكفايه ان حضرتك ربتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10 15 سنه وهشتري شقه ان شاء الله. وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفرحني. ها انت عارف ان النص الشقه التاني باسم تيتا، انت كده بتيميني في النار. وانت هتشوفها فين؟ ما هي عايشه في المانيا. انا عايز اتاكد ان نص الشقه بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكره البنت المناره دي زي القمر ومؤدبه، اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله امان ان شاء الله امان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحه يعني كنت بتكلم من قلبي، بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين. النبي خليها بعدين. ها بطل خوف بقى، مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا امان. ربنا يخليك يعني لو كل الجدود والتتهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه؟ حبيبة امه. حبيب حبيبة امه. انت
انت شفت شيرين دي قبل كده؟ شيرين مين يا جدو؟ سيرين اه سيرين شفتها؟ دي حبيبة قلبي يا جدو، ده انت هتشوف علاقة رومانسية فريدة من نوعها. طب ودي جاية من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقة عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب، وفتحوا باب التقديم فيها، انا وهي بكرة هنروح نقدم في مسابقة. مسابقة ايه يا شيخ تنيل؟ هو انت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت اما تروح مسابقة؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك، انا عارفه فشاخ. لا 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 لا، انا بحكم خبرتي بالاصوات اقدر اقول لك ان مروان من طبقة الباريتون. الله يخليك. يعني صوته اجش. بقول لك يا امال ما تفوحنا بقى، قوم البس كده وانزل شم شويه هوا، بقالك 12 سنه ما خرجتش بره البيت. لا يا ابني انا هعطلك. والنبي والنبي يا عم الصلاه، الله يخليك، هو طيارتك لبنان لسه ما وصلتش؟ اطمن يا سيدي، لسه ما وصلتش، اول ما بتوصل كل المطار بيعرف. اهي طيارة لبنان اهي يا باشا. سيرين مروان، اهلا 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 مروان، هيدا بياك كتير مهضوم. لا بي ايه، انا صديق مروان. انا وقوف صديق مروان برضو وجد الاستاذ. احنا هنقف نتكلم كده، سيرين جايه تعبانه من السفر وعايزه تستريح. ايه انا تعبانه عن جد. الف سلامه. يلا هات الشنط. حاضر حاضر يا ابن المحظوظة مروان، هات الشنط هات الشنط. اسمع انه مصر كتير حلوة، عبالي زور مصر زاوية زاوية.